أستاذ محمد، بداية كيف ترى واقع المقاطعة، هذه الحملة التي ربما بداية الأزمة أخذت صدى واسع وتحرك واسع شعبي على مستوى العالم وخصوصا البلدان العربية، كيف تراها في هذا الوقت حاليا؟ والله شوف، مع استمرار الحرب وطول مداها، نعم طبيعي من الناس تضعف في مسألة المقاطعة، لكن دورنا احنا في كمؤثرين في مواقع التواصل الاجتماعي أو صانعين المحتوى أن نستمر في مثل هذه الحملات، ولا شك أن تأثيرها عالميا ومحليا تأثير كبير جدا، وممكن نستطرد في ذلك لاحقا. نعم، طيب أنت برأيك كيف تعتقد أن مقاطعة الشركات الداعمة للكيان الصهيوني هي وسيلة فعلية للضغط على الكيان؟ لا شك مقاطعة المنتجات أو الشركات الداعمة للكيان لن توقف الحرب فوريا، لكن احنا من خلال المقاطعة عندنا عدة أهداف، عندنا أهداف مباشرة وأهداف كذلك غير مباشرة، وحقيقة الأهداف الغير مباشرة أكثر أهمية من الهدف المباشر. اللي هي شنو؟ لذلك هل هو نعم اللي هي شنو هذه الغير مباشرة يعني؟ الغير مباشرة هو خلق وعي عند الشعوب العربية والإسلامية وكذلك شعوب العالم بأنها تبدأ تتخلى عن شغلات تهمها لأجل نصرة المظلومين أينما كانوا وأينما كانوا. وفي رسائل أخرى أيضا كذلك هو توصيل رسالة للشركات الكبيرة إن إحنا في عالمنا العربي والإسلامي عندنا كثير للأسف من المواجهات والحروب اللي تحصل. نعم. هذه رسالة للشركات إن إحنا مستمرين معاكم حتى لو أقدمتوا في دعم جهات أخرى تعادي المظلومين في أي مكان، راح نتوقف عن دعمكم كذلك كشركات. نعم. هذه من الرسائل أيضا الموجودة في الدعم الغير مباشر أو المقاطعة الغير مباشرة. نعم. طيب كيف تجدها حاليا في الكويت؟ الكويت من الدول التي كانت ربما سباقة في المقاطعة للمنتجات الداعمة للكيان الصهيوني، حتى كثير من المطاعم ربما أغلقت يعني تسكرت بشكل كامل، هل ما زالت هذه الشركات تعاني من الإغلاق؟ نعم حقيقة ما زالت تعاني، ولذلك بعض الشركات بدأت تأخذ اللي ما زالت صامدة لأنها شركات كبرى وميزانيتها عالية. طبيعي. ما زالت تملأ الشوارع في بعض الإعلانات أن خصومات لدرجة 50% وأكثر على منتجاتها، نزلت الأسعار بهذه الطريقة. بعض الشركات استشفينا من الواقع الموجود أن بعضهم بدأوا يستخدمون بعض الشباب الصغار اللي يدفعون لهم مبالغ كنوع من التسويق حتى يحضرون في مطاعمهم أو مقاهيهم أو أي مكان في الأماكن، يعني يحاولون أن يتداركون لأن الخسارة شديدة وتأثيرها كبير جدا، وعندنا شواهد وقصص حصلت من 7 أكتوبر إلى اليوم يعني. نعم.